سروكي بلدية ناحية شلاغا بري أذهب سروكي بلدية كيشكه بو أف براهاني تحفتي هذا دسبيكي تشيبو بشكل كي مؤقت بشتر دهشتي هذا ترميمة كجيرة هاتا دانين أما بري دصالة دي سخرابو في جسر فيضانة تشيبو يعني بيلك هات جالي باكور جالي تركار جبركو سينوركي كفر دانين دبو وكا برا پشت اهد بو وکه صدا پشت تپقیب سر مدد هات او بو سببی کو پر بجاره کی هات اخرا کرن پار ما ترمیم خالی شغلی مؤقت ما چیکر ای سالم تبدا لبرو نشتن قرار درکت کو اف پر چیب به شکل کی رسمی جدی فنی نه شغلی مؤقت اف تکلیفا وی پری 110 میلیون جيرا هاتي رستاندن و بيرا تاخيرا حتى اعتمادي وينا هاتا سبتاندن اهمياتا فيبري ج منطقة تشيا منطقة تفدا بابا غريدي منطقة عالية تشي افريد تشي جرحي هم جالية نفتي فريا نفتي جرد بجن هم جالية منطقة فا حمو غنداد تقريبا صديق غنداد بابا غريدي بير براستي جي وقتها قد بي ام زحمتيات كشينن هندسيا بتوجيه من مديرية حقول رميلان كمهندس تنفيذ ومشرف على المشروع الجسر يتألف من 6 فتحات 3 امتار بارتفاع 3 امتار على عرض الطريق 17 متر تقريبا طول 24 متر تقريبا كل عمود او كل جدار 35 سنتي مسلح من باتجاهين وقوي جدا يتحمل 60 طن فما فوق.